سيكون القوة الأضعف في المعادلة السياسية القادمة، لأن أمام مشاكل عويصة حتى يشكل حكومة. يعني أولا صحيح هو تخلص من ضغوطات الكتلة الصدرية وكسب الجولة من الصراع، الجولة الأولى من الصراع، لكنه قلق في غاية القلق من الجولة الثانية للصراع اللي ربما تأتي من الشارع الذي يحركه أو يحرك جانب منه التيار الصدري، يعني قلقين من تشرين ثانية متوقعة جدا. هذا واحد، هذا يخليهم في أضعف حالات. زين. اثنين، عندهم مشاكل أخرى. يعني الآن راح تبدأ المشاكل بين أقطاب الإطار، منو راح يكون رئيس وزراء ومن يكون الوزير الفلاني، والآن بدأت ملامح الصراع الداخلي. نعم. بين قوى الإطار، بحيث يعني بعض الشخصيات الأساسية مثل الشيخ قيس الخزعلي تفرد عنهم بالدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة، وقال إنه إحنا ما بالإمكان أن نتجاهل الكتلة الصدرية وإن انسحبت. الآن بدأ الصراع داخل الإطار، وهذا يضعف من قوى الإطار، ما يعني ما راح يبقى متماسك بسبب التماسك اللي صار بسبب التحدي الصدري اللي واجهه على شنو رفع هذا. طيب هذا 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 ايضا نقطه ضعف، راح يروح بموقف ضعيف. اكو شخصيات بارزه لا تستطيع ان تطرح نفسها لرئاسه الحكومه، يعني هذه ايضا مشكله. مضطرين أن يبحثون عن رئيس وزراء من خارج هذه المنظومة الحاكمة، يعني من جهات مستقلة، من جهات قريبة عليهم. إضافة إلى ذلك لا يزالون بلا برنامج، يعني ماكو رؤية لإدارة الدولة. ترى احنا دخلنا في الصراع، واحد يصيح أغلبية، واحد يصيح توافقية، زين، لكن الحال لا يوجد مشروع لدى كل الأطراف. شلون تدار الدولة؟ شلون نعود إلى سياقات الدولة؟ هذا كله مفقود. وأنا تقديري الشخصي راح يقدرون يشكلون حكومة. يعني القصة الآن متعلقة فقط بالصراع على منصب رئيس الوزراء. يعني قوى الإطار ما متفقة على شخص معين. عندما تتفق على شخص معين أعتقد سيمضي، لأنه الإطار أنا قلت لك هو الحلقة الأضعف راح يكون، وسيستجيب لطلبات الشركاء الآخرين مهما كانت عالية، سيكون مضطرا لقبولها.